فسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد عن بعد يومي 19 و20 أوت بجنيف أن الجزائر تعرف تحولات ديمقراطية منذ الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019. وأضاف شنين أنه بمناسبة الذكرى 10 لقرار الاتحاد الدولي فإننا نحن رؤساء البرلمانات فخورون بأن قدمنا المثل لمجتمع برلماني يعمل من أجل تعزيز المشاركة الشبابية وجعلنا أولوية في الأجندة جعلناها أولوية في الأجندة العالمية. كما كشف سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر عملت على تخفيض السن القانونية للترشح للبرلمان من 28 سنة إلى 25 سنة.